رقم واحد من نادي الزمالك على الإرسال ندى مرجان. إرسال خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة ويفوز النادي الأهلي بكأس السوبر للمرة الثانية لكرة الطايرة سيدات. ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك للاعبات. اجتهدت اللاعبات، فرحة ما بعدها فرحة، احتفال لاعبات النادي الأهلي بملعب اللقاء، وكل الأمنيات للاعبات النادي الأهلي، والفوز 3-2 على فريق نادي الزمالك 15-10، ويفوز النادي الأهلي بكأس السوبر. أهو أمام حضراتكم ترحيب من أعضاء العلاقة الأخوية بين النادي الأهلي ونادي الزمالك. المهندس نائب رئيس النادي بيسلم على أعضائهم كلهم مع بعض، أعضاء مجلس إدارة مع بعض كلهم، المهندس خالد مرتجي، الكابتن محمد الغزاوي، الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، اهم كلهم بيسلموا على بعض اهلي وزمالك. وادي حاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا، لاعبات الاهلي بيسلموا على لاعبات الزمالك، وادي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا كل ده مش من فراغ، من زياره الكابتن الخطيب للنادي الزمالك ولمجلس اداره الزمالك. ادي لاعبات النادي الاهلي ولاعبات الزمالك بيسلموا على بعض، وروح عاليه وروح قويه، وادي هي دي الروح الرياضيه، هي دي الرياضه، هي دي كل حاجه. النادي الاهلي والنادي الزمالك قطبين الكوره المصريه لكره الطايره، الكره الطايره في مصر. والف مبروك للجهاز الفني، الكابتن ابراهيم فخر الدين قائد كتيبه النادي الاهلي، ابراهيم فخر الدين، المدرب العام محمود الوزير، مدرب الفريق مدير الفريق الكابتن ايهاب عبد المنعم، الطبيب ودكتوره هدير وحيد، محلل الاداء محمد حسن، اخصائي العلاج الطبيعي ياسمين محمد، نادر نشأة مخطط احمال اسماء محمد مدلك، ندى راشد اخصائي نفسي، محمد شريف اخصائي تغذيه. كل التهنئه للاعبات النادي الاهلي وهارد لك للنادي. لاعبات نادي الزمالك بذلوا مجهود وتعادلوا، الشوط الاول كان نادي الزمالك، الاهلي تعادل 1-1، الشوط الثالث خدوا الاهلي 25-13، الشوط الرابع خدوا الزمالك 25-19، الشوط الخامس للنادي الاهلي فتيات الذهب 15-10، ويفوز النادي الاهلي بكاس السوبر. وادي الفرحه ما بعدها فرحه، فرحه كبيره، فرحه الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب الخلوق واعضاء مجلس الاداره، والف مبروك للجهاز الفني. ويتوج النادي الاهلي بكاس السوبر للمره الثانيه لكره الطايره للسيدات بصاله اتحاد الشرطه. وطبعا شفنا المنظر الجميل والحضاري والروح المعنويه بين الفريقين وبين اعضاء مجلس اداره الناديين وبين اللاعبات بيسلموا على بعض. وادي الكابتن خالد العوض مدير النشاط الرياضي اهو في ارض الملعب بيسلم على لاعبات النادي الاهلي وبيشد من قدرهم طبعا بعد الفوز الكبير على نادي الزمالك. ماشي ونروح للاستوديو النادي الاهلي مع الزميله مريم سميح وضيوفها الكرام الكابتن ندى ايمن والكابتن كريم جمعه، والف مبروك للنادي الاهلي.